السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد نتحدث فيه اليوم عن شخصية ينشر السخافات والترهات في وسائل التواصل الاجتماعي ويدعى رشيد أيلال. قد ظهرت في زماننا جماعة همها التشكيك في التراث الإسلامي تحت ذريعة التنقيب التاريخي والتمحيص العلمي تارة، وبحجة تعارض العقل والنقل تارة أخرى. ونقرأ ونسمع عن نابغة قناة الحياة رشيد المغربي الضال المضل، وهناك من المعاصرين أيضا رشيد أيلال يطلع علينا بكتاب سماه صحيح البخاري نهاية أسطورة. طبعا من فرح بهذا الكتاب؟ أول من فرح هو إبليس، ثم العلمانيون والحداثيون والملحدون، كونه يمثل بالنسبة لهم قيمة مضافة في نضالهم الفكري المناهض لكل ما هو ديني وإسلامي على وجه الخصوص. وغير رشيد أيلال في الساحة كثير ممن هو على شاكلته. مشكلة هؤلاء أن عقولهم صغيرة ما تستوعب نقول الشرع العظيمة، فيبدون بالفلسفة والسفسطة. ولا شك أن العقل له مكانته العظيمة في الشرع، لكن لا يمكن تقديم الشرع عليه بحجة أن عقلي لا يستوعب هذا. ومن أنت وعقلك لكي تستوعب كلام من خلقك وخلق عقلك؟ وإذا لم يستوعب هل يعني أن الشرع فيه تناقض؟ حاشا وكلا. السفسطة اسلوب شيطاني قديم، أول من ابتكره هو الشيطان، وليس الشيطان وحده، بل كل من مهنته تضليل الناس لابد وبلا جدال أن تراه يغالط ويشاغب ويمارس السفسطة والمغالطة. نعم، الشيطان هو من زين لآدم وحواء وأقنعهم بمنطق فاسد للأكل من هذه الشجرة. إنه لم يجتهد كثيرا، لم يفعل إلا أنه تلاعب بالكلمات وبمنطق فاسد أقنعهم أن هذه الشجرة المحظورة ما دامت محظورة فهي خير هذه الأشجار، وهي شجرة الخلد والملك العظيم. نعم، وبالمجالدة والمغالطة أكل آدم من الشجرة وأكلت حواء. التلاعب بالألفاظ والسفسطة بمنطق يظهر على أنه منطق صحيح ولكنه منطق نتيجته فاسدة، هذه السفسطة. ممكن أن أسمي الفجور تحرير، الكفر فكر، وحرية تعبير، والزنا صداقة وعلاقة زوجية، والخمر مشروبات روحية، والإلحاد والفجور منظومة حضارية، والحجاب تخلف، والنقاب رجعية للماضي وعدم تقدم، واللحية تشدد، الربا تقدم اقتصادي، والفساد إصلاح في المجتمع، وديمقراطية اللعب بالألفاظ والمعاني من أسهل الفنون لرجل سفسطائي يسير المنطق على هواه وليس على هوى الحقيقة والواقع. وهذا هو منهج رشيد أيلال ومن على شاكلة رشيد أيلال، كاتب صحفي شاعر مغربي، هكذا يقول عن نفسه ويقول عنه مناصر أيضا. صغير، ولد في 1974، يعني من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. ترك المدرسة يعمل ويجلب الدراهم لعائلته، مساعدة عائلته، وهو ابن 14 سنة. يعني حصيلة رشيد في التعليم المنهجي هو هذا. فماذا تنتظر منه؟ ألف كتاب ينتقد فيه الإمام بخاري من أئمة زمانه، سماه صحيح البخاري نهاية الأسطورة، ويظهر نفسه في مقدمة كتاب على أنه إنما يفعل هذا دفاعا عن السنة التي تعرضت حسب زعمه لكثير من التسفيه والتشويه. وما حفزه لكتابة هذا الكتاب يزعم أن الأدلة القاطعة والحجج الدامغة التي تنهي وبشكل حاسم أسطورة كانت ولا تزال تحظى بهالة من التقديس لدى عموم المسلمين، ويقصد به صحيح البخاري. طبعا من المفارقات والعجائب أن كل هؤلاء ممن ينتقدون البخاري ويطعنون في البخاري يناقضون أنفسهم باستشهاد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأن البخاري لا يتكلم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحدهم يطعن في البخاري ثم يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول أحاديث البخاري كاذبة، والرسول يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وراوي الحديث هو البخاري. انظروا إلى التخلف. أقول من الطبيعي أن من ينتقد شيء ينبغي أن يكون عالما بأصوله، عارفا بمسائله، محيطا قدر الإمكان بمضامينه، مدركا لما كتبه. فإذا لم تتحقق في الناقد هذه الشروط أو أكثرها فإن انتقاده لغيره لا يعتد به. ولا يبدو أن رشيد أيلال من الصنف الذي ينطبق عليه هذا الوصف، فقد أقحم نفسه في علم الرواية وهو فيها جاهل، لا يعرف قليلها ولا كثيرها، ولا يفقه شيئا من أصولها وفروعها. فكل ما نقله
الإعلام عن رشيد أيلال أنه كاتب باحث في نقد التراث الديني وعلم مقارنة الأديان، وصحفي بجريدة رسالة الأمة المغربية، وأن له عدة مقالات في هذا المجال منشور في العديد من المجلات والمواقع الإلكترونية، كما أن له سلسلة محاضرات بعنوان انتحار الفقيه في قناته على اليوتيوب. هذا ما يسوق الإعلام، فإذا جئنا نختبر حقيقته وعلمه لم نجده شيئا، فهو من الذين ينتسبون إلى الفكر الديني من غير استحقاق معرفي، ومن الذين يحسبون أنفسهم من الضالعين في مقارنة الأديان من غير استحقاق معرفي أيضا. شأنه في ذلك شأن رشيد المغربي صاحب قناة الحياة الذي يدعي علم بكل شيء وهو جاهل بكل شيء. وكما ذكرت، المصيبة أن رشيد إيلال وغيره يدعي نقد البخاري، ولكنه لا يتردد في سياق الاستدلال على ما سماه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تدوين كلامه من الاستشهاد ببعض الأحاديث التي رواه على سبيل المثال الدارمي الذي يزعم رشيد أنه شيخ البخاري. طبعا الدارمي ليس من شيوخ البخاري، ولو سلمنا جدلا بما يقول فالطعن في البخاري يتنافى مع الاعتماد على روايات أخذها عن شيخه الدارمي. إذن التلميذ ليس في أكثر حالاته إلا صورة لشيخه، فما هو تفسير هذا التناقض؟ ويضاف إلى ذلك أن رشيد إيلال كما قرأنا في كتابه يتهم التراث الديني الحديث في المقام الأول بأنه تراث مخشوش وأن غربلته أمر لا غنى عنه، فكيف يتفق هذا مع اعتمادي على هذا التراث المخشوش حسب زعمه لتأكيد النهي النبوي عن تدوين الأحاديث؟ يعني هو يقول ما في شيء اسمه بخاري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدون الحديث، ولكن أنا لا أفهم ماذا يعرف رشيد إيلال عن تدوين الأحاديث؟ يعرف شيء؟ لا، إلا ما قرأه من كتب المستشرقين والحداثيين. ويدعي رشيد بأن ما أشيع بأن صحيح البخاري ليس إلا نسخة للمستشرق منجانا، ولم نقرأ في كتابات هذا المستشرق شيئا عن ذلك، هو بالتأكيد افتراء. ولو كان هذا صحيحا لسارع منجانا نفسه إلى تأكيد كلامه، لأنه يمثل بالنسبة له إنجاز غير مسبوق في مجال نقد التراث الديني الإسلامي. رشيد إيلال، أريد أن أوصل لكم رسالة، يعيش في تناقض ويكذب ويفتري على دين الله لكي يهرب من حقيقة الدين والتدين. هؤلاء منهم الكثير مفسدون في الأرض، يشوهون على الناس عقيدتهم ودينهم ومبادئهم وقيمهم وثوابتهم. صحيح البخاري كتاب معتمد لدى المسلمين وقد أجمعت الأمة على صحته، تأتي تطعن فيه لماذا؟ لكي يطعن في الدين، مدخل للطعن في الدين، يشكك الجهال العوام بدينه. لأن أنت عندما تدمر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فإنك دمرت دين الإسلام، لأن الأحاديث هو بيان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيء باطل وحاشاه. أنت تأتي لكي تفند هذه الحقيقة وهذا الأصل فتأتي بالعجب العجاب. ضلالات رشيد إيلال كثيرة جدا، يقول كلام لم يقله حتى أعداء الإسلام من المستشرقين. يعني تصور رشيد يشكك بوجود أول خليفتين للمسلمين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، يقول لا وجود لأي وثيقة تاريخية تثبت أن الصحابيين عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق كان موجودين، معتبرا أنهما شخصيتان خياليتان مصدرهما الإشاعة والروايات الخاطئة. بالله عليكم، هل يقول هذا عاقل؟ يقول رشيد أن الروايات والأحاديث التي تحدثت عن الصحابيين ظهرت في القرن الرابع للهجرة، أي بعد 400 سنة من وفاتهما. إذن اعتبرنا جدلا أنهما كانا موجودين. رشيد إيلال ومن على شاكلته من الباحثين الرافضين للتراث الحديث والدين بصفة عامة بدعوى أن هذا التراث يشوبه القصور ولا يقوى على الصمود أمام النقد العلمي. والقارئ للكتاب لكتاب رشيد يقف في مواضع كثيرة من كتابه على كلام متناقض وموقف مضطرب من الفكر الديني، ومن ثم ننتهي إلى نتيجة وهي أن نقد صحيح البخاري ليس إلا مطية جسر يركبها رشيد إيلال ومن على شاكلتي من أجل أن يمهد بها الطريق مستقبلا لكتابات أكثر جرأة على التراث الإسلامي. رشيد لم يأتي بجديد، فهو مثل الببغاء يردد من قبله ومن سبقه ويقول ويأتي بما قاله قبله. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. هذا ما أردت أن أبين من حال هذا الرجل، لأن بعض المتابعين طلبوا مني
أن أبين حقيقة هذا الجهل. وفقني الله وإياكم للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.